بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، معدات مزرعة دواجن. إن شاء الله أكلم حضراتكم النهاردة عن لوح التحكم 4 مرحلة. طبعا في اللوحة دي استخدمنا 2 ثرموستات، ثرموستات ZL6290A، وده متخصص في نظام التبريد والتدفئة. والثرموستات التاني استخدمنا فيه ZL6230A+، وده خاص بالتدفئة أو التبريد ومع خاصية الإنذار. طبعا احنا في فيديوهاتنا بنستعرض مع حضراتكم اللوحة. طبعا ده يعني هتكون كمرجع للعميل فيما بعد، اي حاجة تعذر ليها الوصول من خلال الشرح بتاعنا بيقدر يدخل على الفيديو الخاص بلوحته. تمام، وده برضو على يعني الاستفادة هتكون برضو للسادة المشاهدين. برضو اذا عجبتكم اللوحة فهي متاحة لدى عباد الرحمن. طبعا ان شاء الله هنستعرض مع حضراتكم كده امكانيات اللوحة ديت. هي لوحة بيتربط عليها 2 شفاط، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده، واتنين غاطس. طبعا الغاطس بيتربط على لاين واحد بس او على خط واحد او كونتاكتور واحد. وبعد كده معايا الهيتر، وبعد كده في مفتاح طوارئ. دي كده اللوحة بشكل عام. موجود معايا لمبة الفولت والبازر بتاع الانذار و2 تايمر. التايمر الاولاني بيكون خاص بنظام الشفاطات، بيبقى مربوط على الشفاطات علشان احنا نعمل تهوية بصورة منفصلة عن تايمر الغاطس. والتاني ده زي ما اشرنا تايمر الغاطس، ده بيكون مربوط من خلال منظومة التبريد. يعني اذا اجت اشارة كده هوت على نظام الكول، تمام، فطبعا بيشتغل معانا نظام التايمر على تشغيل الغطس. هنستعرض مع حضراتكم كده شكل اللوحة من الداخل. طبعا اللوحة بشكل عام بتكون عبارة عن ووتر بروف. ووتر بروف طبعا ما اقدرش اقول هو افضل من الصاج ولا اقل من الصاج، تمام، بالعكس ده هو يعتبر كده حامي جدا للاجزاء الداخلية من الرطوبة اللي بتكون ناتجة من اعمال التبريد والتدفئة، تمام، داخل العنابر. وفي نفس الوقت احنا بنوصي بان تكون اللوحات خارج العنبر. طبعا احنا بنمد الحساسات وبنمد كل حاجة باستخدام سلك تليفون والاسلاك الخاصة بالكهرباء، يعني مفيش داعي ان احنا نركب اللوحة جوه العنبر، تمام. فدي بتكون مقاومة للحرائق ومقاومة للرطوبة والمياه. بتطلع الاولانيه كده، ده كده اللوك بتاعها، فيها 2 لوك، تمام. ده كده الشكل الداخلي للتجميع، تمام. زي حضراتكم شايفين كده احنا بنستخدم طيب الكونتاكتور اللي هو الالفا، ده افضل نوع صيني، تمام. نقدر نقول يعني مصطلح صيني ده اذا كان هو مصطلح دارج عند المستخدم المصري على انه حاجة وحشة، لا، انا اقدر ان انا من خلال الفيديو ده استعرض معاكم كده كفاءة الكونتاكتور ده على انه يعادل كفاءة الكوري في ال LS والهونداي والداكو، تمام. طبعا متركب معانا هنا قطع وقاية كوري هونداي، تمام، بسعة 64 او 63 امبير. الكونتاكتور الخاص بالتدفئة بيكون سعة او يتحمل معايا لعند 32 امبير. اول واحد بيكون 12 9 و9 وبعد كده 32 امبير. ده كده شكل الباب، تمام. تقفيل بيكون من خلال الترامل كليبسات يعني، تمام. وطبعا بيكون معايا هنا ده كده الحساس. الحساسات دي من نوع البي سي تي، اذا صح معايا التعبير او صح معايا الاختصار، لو ما تصححش فمنتظر تصحيح حضراتكم. ده كده من افضل الانواع الخاصة بالحساسات، بقدر اطوله باستخدام سلك تليفون، تمام. وممكن من المدخل هنا او ممكن ان انا اقصف السلك، ولكن احنا معانا المخرج هنا هوت، الموضوع بيبقى سهل معايا. باجي على نقطة 8 و10 في الثرموستات ال ZL6230A+، وبنيجي هنا على نقطة 8 و9 على ZL6290A، تمام. دي كده باختصار شكل اللوحة بتاعتنا.
طبعا بيكون هنا معايا روزتات، الروزيتا الخاصة بالشفاط بتكون 4 ملي، والتانية برضو 4 ملي، والغطس 4 ملي، وهنا بيكون 6 ملي، ده للهيتر. تمام. المداخل والمخارج بتكون عبارة عن سلك سويدي أصلي، المدخل بيكون الرئيسي 6 ملي، 6 ملي سويدي، والتوزيعة بتكون 4 ملي، والخارج معاك 3 ملي و4 ملي الشفاط الأساسي. تمام. ده كده بشكل عام الشكل الفني او الناحية الفنية للوح. طبعا احنا معانا هنا السيرموستات، ده السيرموستات ده شرحناه اكتر من مرة على طريقة استخدامه. طريقة استخدامه سهلة جدا، بقدر ان انا ادخل على اس، تمام، وبفضل ضغط ضغطة مطولة لعند ما يظهر معايا F1. F1 دي درجة حرارة التدفئة. تمام. على سبيل المثال هنخليها مثلا 34، ماشي، باختصار شديد جدا، وبعد كده بضغط اس، اطلع برضو كده اقلب لعند ما اجيب F3. F3 دي درجة حرارة التبريد. تمام. ده كده باختصار السيرموستات الاول. طب ليه ما استخدمناش طبعا السيرموستات الفوكس الكوري؟ هو الفوكس الكوري ممتاز جدا وكل حاجة، ولكن التكلفة المادية بتاعته عالية، ولكن الزد ال هنا كشركة ليلي تك من افضل الشركات اللي نقدر ناخد منهم سيرموستات اوريجينال، تمام، يعادل شغل الكوري. بعد كده عندي السيرموستات ده، عايز ان انا اظبط درجة الحرارة من خلاله، بضغط على اس مطول، تمام، اس مطول، وبعد كده بقلب عند درجة الحرارة اللي انا عاوزها، وبعد كده بفصل. طيب لو اعتبر مثلا هنستخدم السيرموستات ده كتبريد او تدفئة زي ما قلنا لحضراتكم، طب احنا عايزين نغير النظام، نغيره ازاي؟ هنوري حضراتكم كده اهوت. احنا ظبطنا مثلا على 25، تمام، وبنضغط ضغطة مطولة عشان نحفظ درجة الحرارة اللي هنعملها. طيب انا عايز افصل ما بين نظام التبريد والتدفئة على النظام ده، على السيرموستات ده، باجي كده ضغطة مطولة على بي، تمام، وبعد كده بيظهر معانا رمز الدخول بيبقى عبارة عن 00، احنا مظبطينه على 00، تمام، بضغط اس عشان ادخل، ماشي. بعد كده بيظهر معايا U10، تمام، هنقلب لعند ما نجيب يو، ده كده U99، دي لضبط كلمة المرور اللي احنا كنا ظابطينها، احنا عاملينها على 00، تمام، عايزين نغيرها، بنقدر نغيرها بمنتهى السهولة. طيب بعد كده U90 ده بيحدد معايا نظام التشغيل، سواء كان CO ده كده اللي هو التبريد، تمام، و HE نظام التدفئة، فاحنا نخليها مثلا عن CO على التبريد. طيب بعد كده هنا عندي U62، U62 دي بتاعة الإنذار، تمام، أفعل خاصية الإنذار، لو خليته 00 يبقى أنا بلغيه، تمام، لو خليته 01 يبقى أنا كده أعمل له أمر تشغيل. طيب بعد كده لو انا عايز اظبط الانذار ده، اظبطه على درجة، تمام، يقدر من خلالها اذا زادت عن الدرجة المطلوبة بحد معين انا بظبطه هنا، يقدر الانذار ده يضرب معايا، تمام. يعني ايه؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال لو انا ظبط على 29 زي ما هو واضح، تمام، وجينا مثلا ظبطنا على 6، تمام، يعني معنى كده اذا زادت درجة الحرارة عن 29 بمقدار 6، 6 درجات، يعني 35 هيضرب عند الانذار، هيشتغل الانذار، تمام. طيب ده كده اعلى درجة حرارة U54، اعلى درجة حرارة. اقل درجة حرارة، تمام، اقل درجة حرارة احنا بنخليها طبعا دي كده اعلى درجة حرارة، U55 دي اعلى اقل درجة حرارة، عشان ما نتوهش حضراتكم، يو 55 اقل درجة حرارة بظبطها، طبعا هي معمولة اوف، ممكن انزلها لعند ما انزل للدرجة اللي انا عاوز اظبط عليها، تمام، وبعد كده بضغط اس. ده باختصار شديد عن ضبط الثرموستات، وفي الاخر بضغط على بي مطول، خلاص. طيب انا عندي بعد كده تايمر، ايه، تايمرين. التايمر ده بيكون عبارة عن ازرار، زرار بيزود وبيخفض، ماشي. بعد كده عندي هنا اول حاجة او اول 3 خانات كده، ده كده زمن التشغيل، بقدر اقلب من خلال الزراير دي، تمام، في اني بحدد وحدة الزمن، وبعد كده ايه،
بختار الزمن او بظبط الزمن نفسه، تمام؟ ده كده زمن تشغيل، وبعد كده على الشمال زمن الايقاف. احنا بنحدد طبعا ده كده تايمر الشفاط، وهنا تايمر الغطس. تايمر الغطس هنا بنحدده او بنحدد طريقة تشغيله على المدة اللي بيتبل فيها الورق ماشي من قبل الغاطس، وبعد كده المدة اللي بيتم التجفيف فيها من خلال الشفاط على الشكل الخلية. يعني الكلام ده انا بظبطه بسرعة يدوية، بشوف الغاطس بيبلل الخلية في مدة قد ايه، وبعد كده بعرف المدة اللي بيتم فيها تجفيف الورق في مدة قد ايه. ده علشان خاطر ما يزودش معايا نسبة الرطوبة، وفي نفس الوقت ما يستهلكش معايا مية كتير، تمام؟ ده كده حالات التشغيل. لما انا اخلي مثلا لمبتين الخضر ده بالمفاتيح اللي تحت منهم، ده كده حالة التشغيل بالنسبة للشفاط، تمام؟ شفاط واحد وشفاط اتنين، تمام؟ لو خليناهم على النظام اليمين بيبقى كده وضعية التبريد، كده هيبقى تهوية بتكون مربوطة على التايمر، تمام؟ اهو مع بعض. بعد كده اللمبة الزرقاء دي بتكون ده الغاطس، تمام؟ يشتغل معايا مباشر، يشتغل معايا تبريد، بس الغاطس ليه وضعية معينة، هو الشفاط، تمام؟ انا عايز ان انا اخلي تايمر الشفاط فبخليه مباشر عشان يشتغل معايا، تمام؟ وبالنسبة لتايمر الغاطس لو انا عايز اخليه مباشر، تمام؟ فكده يشتغل بعيدا عن منظومة التبريد الخاصة بالثرموستات، تمام؟ يعني ده كده شغال حر نفسه. طيب انما لو خليناه على وضع التبريد فهو بيشتغل كده الزامن بدرجة حرارة الثرموستات، تمام؟ يعني هو بيشتغلوا مع بعض، اول ما يدي امر للشفاط بيشتغل معايا التايمر، تمام؟ يبقى اول حاجة لازم بظبطها بظبط مفتاح حالة التايمر، وبظبط مفتاح الغاطس على وضع التبريد. وضع المباشر يبقى انا كده مشغله مباشر لو انا مش مستغني، يعني مستغني تماما عن التايمر، تمام؟ ده كده حالة برضو الهيتر، تمام؟ معذرة طبعا التمييز هنا مكتوب غلط، هو حالة تدفئة او ايقاف او مباشر، تمام؟ بنظبطه من خلال الثرموستات. عندي هنا برضو مفتاح الخاص بحالات الطوارئ، بضغط عليه كده، تمام؟ بيروح فاصل معايا المنظومة بشكل عام. لما باجي اشغل بشغل كده، كده اشتغل معايا، تمام؟ اي استفسار صفوف تعليقات يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير، وده كيو ار كود بنقدر ان احنا نقشر من خلاله، تمام؟ بيدخلنا على الواتساب لو في اي استفسار او اي مشكلة في التوصيلات، احنا بنتابع مع عملائنا الكرام في اي وقت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.